بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وموضوع هذه الحلقة سوف يكون أيها الأحبة الكرام مختص بأمراض الكلى، أجارنا الله وإياكم من جميع الأمراض بحق محمد وآل محمد. ضيفي الكريم سماحة الباحث الإسلامي والمدقق والخبير في طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياكم الله سماحة الشيخ. الله يحفظكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا العزيز، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم حبيبي. الله طبعا كما ذكرت مسبقا سماحة الشيخ، موضوع هذه الحلقة مختص بأمراض الكلى. كيف تنشأ أمراض الكلى سماحة الشيخ في بداية نشأتها يعني؟ نعم. قبل لا نبدأ بجواب هذا السؤال، نتطرق إلى كيف نطلع على أحوال الكلية. نعم. بحيث الإنسان إذا يعلم ببعض العلائم بأنه قد ابتلى بكذا، يراجع الطبيب حتى لا يتوسع المرض أكثر ويتأذى صاحب الكلية. نعم. لهذا عندما نأتي إلى الاطلاع على أحوال الكلية، أولا يستدل من البول. نعم. إما مقداره، رقته، لونه، يعني تغير في لون البول ممكن أكو إنذار للإنسان أن لماذا صار لون البول أجلكم الله أحمر، أو لماذا صار رقيقا، لماذا صار أبيضا، لماذا صار أصفرا. هذا التغير في رقة البول وعلائم البول ولون البول ورائحة البول، ممكن في بعض الأحيان توجد نوع من الالتهابات في الكلية، بحيث الإنسان من خلال الرائحة يستطيع أن يشخص أن وقع في الكلية نوع من الالتهاب. نعم. لابد أن يراجع للطبيب أو يستخدم بعض العلاجات التي ترتبط بما وردت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. نعم. في بعض الأحيان حال العطش، شدة العطش تدل على أن ممكن يوجد هناك خلة في الكلية. نعم. أو تجي إلى مثلا من حال شهوة الجماع، إما تقل هذه الشهوة إما تكثر إلى حد غير طبيعي، هذا يدل على أن هناك ممكن من أحد الفحوصات ممكن الإنسان لابد أن يفحص على كليته. من جملة الأمور من الوجع الظهر، الإنسان ممكن يجي له ألم في ظهره في مكان الكلية. نعم. يتصور أن هذا الألم هو من الظهر، بينما هذا الألم من أين؟ من الكلية. لابد أن يفحصه الطبيب. من حال الساقين، إذا صار تورم بالساقين، عدم خروج الرطوبة من البدن التي تخرج بواسطة الكلية، ممكن يصير تورم بالساقين. ممكن أحد علل تورم الساقين يوجد خلة في الكلية. من نفس الوجع، من نفس الملمس، وهذا عمل الطبيب، يعني يجي يخلي يده على نفس محل الكلية، ممكن شدة حرارة موجود، ممكن شدة برودة موجودة، يعلم أن هناك نوع من الخلة وقعت في الكلية. نعم. أو تأتي مثلا أمراض الكلية مرات تكون من شدة الحرارة، يعني الإنسان من شدة الحرارة يبتلي بمرض الكلية، وهذا منين يبين أنه من شدة الحرارة؟ يبين من البول المنصبغ معه بالحمرة أو الصفرة الشديدة، يبين أن علة مرض الكلية راجع إلى شدة الحرارة. ولهذا يأخذ القاعدة العامة عند أهل البيت، نحن نداوي الحارة بالبارد والبارد بالحار، يعني إذا كانت المشكلة من شدة الحرارة عليه بتكثير الأطعمة الباردة، وإذا كان المشكلة من الأمور الباردة عليه بتكثير الأمور الحارة، يعني بالعكس الإنسان يداوي القضية. ولهذا مثلا كثرة العطش، قوة الشهوة تدل على أن مرض الكلية ناشئ من شدة الحرارة. نعم. وفي بعض الأحيان وأكثر الأحيان، ها
هذا الكلام اللي أريد أجاوب أن من أين تنشأ أمراض الكلية؟ نعم. شنو السبب في روايات أهل البيت؟ ليش جبت هاي المقدمة حتى أقول لكم أن بعض أمراض الكلية تجي من شدة الحرارة؟ وأكثر أمراض الكلية التي وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام ناشئة من شدة البرودة، تجي من البرودة، ولهذا قد تكون الأمراض من شدة البرودة، وهذا هو الغالب على أمراض الكلية. مثل علامته يدل على بياض البول، شدة البياض يصير بالبول، هذا يدل على أن المرض الذي يوجد في الكلية من ناشئ من أين؟ ناشئ من البرودة. مثلا شهوة الجماع تقل عند الإنسان، شوف أصلا ما إلى رغبة، هذا يدل على أن هناك خلته من البرودة. أو مثلا ضعف في الظهر، يكون نوع آلام بمجرد أن يصاب ببرد يشوف أنه يتأذى، يدل على أن علة مرض الكلية ناشئ من أين؟ ناشئ من البرودة. ولهذا أكثر روايات أهل البيت سلام الله عليهم تقول أن أكثر أمراض الكلية ناشئ من برودتها، إذا بردت الكلية الإنسان تمرض. الآن أمراض الكلية مختلفة، عندنا من جملة أمراض الكلية عندنا الهزال الكلية، يعني الكلية تصير صغيرونة، نعم، يوم عن يوم حجمها يقل، هذا ظاهرا من شدة يعني تذهب إلى الذبول، الشحمة اللي أطراف الكلية اللي لامة الكلية هاي الذوب. البعض حسبي طب القديم مثل ابن سينا يقول أنها من شدة الحرارة، إذا الحرارة ارتفعت عند الإنسان يشوف الكلية كأنما تأخذ نحو الذبول وتصغر حجمها الكلية. وبعد قد يتولد في الكلية ريح يتنقل الألم من مكان إلى مكان، يبين على أن أكو ريح في الكلية، هذا ظاهرا أنه هو من البرودة يأتي، إذا صار ريح في الكلية هذا من البرودة. أو أورام الكلية والالتهابات التي تجري في الكلية، هذا ناشئ من البرودة. دفع البروتين من الكلية، الكلية تدفع البروتين اللي يحتاجه البدن، البدن يجي من خلال الكلية يدفع البروتين، هذا يدل على أن هذا المرض ناشئ من أين؟ ناشئ من برودة الكلية. لذا نحن نستخدم العلاجات التي تكون حارة حتى الكلية تكون في صحة. وبعد قروح الكلية، ممكن أكو حصات تكون حين خروجها تقرح الكلية، يصير نزيف، ممكن الإنسان يتبول يخرج مع بوله جلكم الله شيئا من الدم، نعم، هذا يدل على أن هناك قرح في الكلية أو في المجاري البولية وقع قرح. بعض الأمراض الكلية الحصات والرمل، يصير حصوة بالكلية أو رمل يصل بالكلية، سبب هذا الحصوة والرمل كله ناشئ من البرودة. إذا بردت الكلية، الكلية تبدأ بإنتاج، تعبير تقوم تنتج شنوها، نعم، تنتج حصوات، تنتج رمل، كل ما أنت تطيع علاج وتسقط الحصات مرة أخرى تولد، سببها شنو؟ سببها يأتي من ماذا؟ البرودة. من برودة الكلية. نعم. بعد مرات الكلية أصلا تتعطل عن العمل، يعني يحتاج أن الإنسان يذهب إلى أن يغسل الكلية، يعني يذهب إلى غسيل الكلية، ما يعني بأسبوع مرة أو كل 10 أيام مرة يكون يذهب، وهذا يكلف كثير من الناس. أي كثير من الناس. نعم. إن شاء الله نقول العلاج ما هو في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فإذا يبدو أن أكثر علل الكليتين تأتي من البرد وقلة الشحم، الشحم إذا قل أطراف الكلية الإنسان يبتلي، وأن كل ما يؤدي إلى ذلك يعد من علل مرضها ووجعها، وهذا يدل على البرودة الكلية. الآن إحنا نقول الشحم الكلية جدا مهم ونافع، يكون ملتفا حول الكلية، إذا قل الشحم أطراف الكلية الإنسان يبتلي بكثير من الأمراض. أنت تعال شوف، أنا ما أعرف علم الحديث وصل إلى هذا المعنى أم لا، لكنه لم يصل إلى هذا المعنى. أنت شوف الشحم الذي محيط على الكلية له نفع جدا جدا للبدن. تقول لي شنو؟ عن الصادق سلام الله عليه، هاي الرواية موجودة في تحف العقول، عن الإمام الصادق قال: ضعف البدن وقوته من شحم الكليتين. قوة البدن وضعف البدن يرتبط بماذا؟ بالشحم الذي ملتف حول الكلية. يعني إذا الإنسان
مناعته كانت ضعيفة، لربما هذا الشحم قد قل من أطراف الكلية، يعني صار بنوع من الذوبان. وبعد حتى صوت الإنسان، سبع تعبير أن نحن عندنا مهنة الخطاب ونعرف الخطباء دائما يبتلون ممكن بأصواتهم، والصوت عزيز على الخطيب باعتبار المهنة عندي أنا الخطابة أكيد. ولهذا أعرف أن كثير ممكن من الخطباء يسألون أن كيف أقوي صوتي. سأقول أن بعض الأمور اللي ترتبط في قضية الذوبان شحم الكلية، لهذا روي عنه عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير القمي قال ضعف الصوت وشدته من شحم الكليتين. يعني حتى قوة الصوت وضعف، يعني الآن العلم الحديث ممكن يقول شنو الرابطة بين صوت الإنسان وبين هذا الشحم الذي ملتف حول الكلية؟ هذا يحتاج إلى اختبار، يحتاج إلى مراكز للاختبار حتى يصلون إلى فلسفة هذا الأمر. ممكن لم يصلوا لحد الآن إلى هذا الشيء، ممكن يقولون ماكو إلى ربط، بينما هذا كلام من كلام أهل البيت سلام الله عليهم. لابد أن الإنسان يأتي يختبر هذا الكلام، سبب ما هو، حتى يصل إلى نتيجة علمية ويعرضها إلى العالم، حتى يقولون هذا الإمام الصادق سلام الله عليه تكلم بهذا قبل 1400 سنة، وهذا يدل على عظمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. الآن الأمور التي تقل شحم الكليتين، شنو السبب اللي تقل هاي الشحمة؟ وإن كان هاي الشحمة قوة البدن فيها، أولاً الاضطجاع في الحمام. إذا الإنسان اضطجع مثل هاي المدينة المائية اللي يروحون إليها، البعض ينامون هناك، خب الآن أنت تنام بذاك المكان، هاي شحم الكلية يقل عندك. بالأخص هاي المسابح الخاصة أو مثلا الحمامات العمومية التي خارج من المنزل، يذهب مثلا هذا سونا، هذا ما أعرف حمام بخار مثلا، يروح يستلقي هناك وينام، بينما هذا يضر البدن. ولهذا عن أبي عبد الله وردت الرواية في الوسائل المجلد الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياك والاضطجاع في الحمام. نعم. ليش؟ يقول فإنه يذيب شحم الكليتين، يذيب الشحمة. إذا ذابت الشحمة الصوت الإنسان يضعف، الكلية تبتلي بأمراض مختلفة، مناعتها تقل، مناعتها تقل. بدن الإنسان مناعته تقل، الأمراض تتكاثر. ولهذا كما قلنا ضعف البدن وقوته من شحم الكليتين. نعم. وبعد من الأمور التي تذيب شحمة الكليتين وتسبب الأمراض، هاي الأمراض اللي عديناها للكلية، هي قضية الاتكاء في الحمام. يعني يروح هذا يريد يسبح بعد بالحمام، يتكئ على مكان، نفس الاتكاء هم يسبب ذوبان هذا الشحمة. فإذا إذا دخليت إلى الحمام لا تتكئ إلى الجدار أبدا، وابقى أنت وجالس يعني بدون اتكاء، لأن هذا الاتكاء يسبب ذوبان الكلية. ولهذا ورد عن أبي الحسن عليه السلام قال في قضية الاتكاء لا تتكئ في الحمام فإنه يذيب شحمة الكليتين. اتكاء لا تتكئ على الحمام. وبعد إدمان الحمام يوميا، أكو بعض عندهم ناس يعني عندهم طبيعة يوميا يكون يروح للحمام، يوميا يوميا يروح للحمام. بالأخص إذا الإنسان كان هزيل، هذا اللي الإنسان ضعيفون، هذا أكثر يكون معرض لذوبان الكلية. هسه ذاك السمين، ممكن السمين يحتاج إلى أن يذهب يوميا حتى يقلل من وزنه، صحيح، وإن كان إحنا ما نأيده، لكن لمدة لفترة قليلة لذوبان الشحومات البدن وتخفيض من الوزن، نقول أن يوميا يذهب على الريق إلى الحمام حتى يقل الوزن، هذا يقل. لكن بالنسبة إذا الإنسان صار هزيل وضعيف، ضعيف يصير، هذا ممكن يصيبه ضرر أكثر يوميا يروح للحمام. ولهذا عن أبي الحسن سلام الله عليه قال إدمانه في كل يوم يذهب شحم الكليتين. يوميا إذا الإنسان قام يعاود السباحة، هذا شو يسبب؟ يسبب على أن شحم الكليتين يروح إلى ناحية الذوبان. فإذا أولا اضطجاع في الحمام، وثانيا الاتكاء في الحمام، وثالثا الإدمان، إدمان الحمام يوميا، يعني ما أخذها طبيعة على طول السنة،
إدمان الحمام يومياً هسه واحد مدة شهر لقضية خاصة لتقليل الوزن هذا ما بإشكال، أما أن يأخذها كطبيعة فلا. أحسنت، مبارك الله بكم سماحة الشيخ، راح نرجع لكم إن شاء الله والموضوع مطول والأسئلة كثيرة، لكن بعد الفاصل بارك إن شاء الله. أحبائي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. تذكيرا لعنوان هذه الحلقة، عنوان هذه الحلقة مختص بأمراض الكلى. حياكم الله سماح الشيخ، الله يحفظكم أحمد دريس الإحسائي، حياكم الله حبيبي، الله يبارك بكم إن شاء الله. تحدثنا سماح الشيخ قبل الفاصل عن الأشياء التي تضر بالكلى، ومن ضمن هذه الأشياء قلة الشحم اللي أطراف الكلى يصير. ما هو الشيء الذي يزيد في شحم الكلى شيخنا؟ أحسنت، الله يحفظكم إن شاء الله. كما قلنا أن سبب أمراض الكلية يرجع إلى برودتها. نعم. وأحد على البرودة يعني إذا قل هذا الشحم الذي يكون أطراف الكلية. نعم. لكن شنو اللي يزيد هذا الشحم؟ شو السبب أن هذا شنو من الأمور اللي نسويها حتى شحم الكلية يزيد والكلية لا تبتلي بالأمراض؟ من جملة الأمور طلي النورة، هاي النورة اللي لإزالة زوائد الشعر في البدن. نعم. وهاي اللي الآن في زمن هذا ما أظن قليل من الناس يستخدمونها، يستخدمون النورة، بينما هي جدا نافعة للبدن. نعم. يعني حتى أن من الجملة التقارير العلمية في قضية النورة، يعني هذا ما سمعته عن أحد الأطباء وخبير في هذه القضايا وهو في إيران، أحد الأساتذة في قضايا طب الأعشاب، أنه قد حقق القضية وصل إلى أن النورة توجد فيها مادة هي تدفع السرطان. يعني الآن أنت ما تجي إلى قضية النورة، النورة الإنسان ما يقدر يستخدمها بعنوان طعام. نعم. إلا تهلك الإنسان، يموت الإنسان. نعم. لأن مادة سمية هذه هي اللي يستخدمونها البناء شيخنا مو؟ لا هذا تختلف. لا يجوبنا من المعادن يعني. نعم. من المعادن، لكن هي نورة خاصة بتركيبة خاصة بها نوع من الزرنيخ. نعم. يعني مادة اللي يأخذونها من الجبال. نعم. أحجار خاصة يعني من الجبال تأخذ. نعم. فإذا هذه المادة يقولون المادة الأولية فيها هي دافعة للسرطان. هم بعض الأدوية اللي يصنعونها بها من نوع من هذه المادة. نعم. ولهذا أهل البيت يؤكدون عليها. البدن من خلال الجلدة البشرة يمتص هذه المادة النافعة للبدن وهي ضد السرطان. ولهذا نحن عندما نأتي إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه الذي قال النور تزيد في ماء الصلب. نعم. يعني بعض ياما أكو بعض الرجال النطفة ضعيفة عنده، أطفال ما ينجب أطفال هذا. صحيح. يعني وصل إلى حالة من العقم. الآن هذا دواء شنو؟ لأن في بعض العقم منين يجي من البرودة. نعم. يعني تقع في بيضات الإنسان نوع من البرودة والرطوبة، هذا يسبب أن هذا يصل إلى حالة من العم أو ضعف النطفة الإسبرم اللي موجود اللي تحمل الأطفال. المهم نحن عندما نأتي إلى إذا يريد الإنسان يقوي هذا الجانب عليه بطليل النورة. الآن نأتي نقول أن كيف يطليها. الآن نحن عندما قال النورة تزيد في ماء الصلب، وبعد شنو فائدة النورة؟ وتقوي البدن. نعم. تقوي البدن يعني معناته تقوي مناعة البدن. المناعة إذا استقوت مثل الأمراض الخبيثة ما تقدر تتراكم على جسم الإنسان. كثير من الأمراض البدن يستطيع أن يقاوم أمامها من خلال هذه النورة. شوش قد بها فائدة للبيت قالوا، لكن الآن الناس ذهبوا إلى الحلق يعني بواسطة الشفرة يجون يحلقون، يعني بعد ما يستخدمون هذه النورة. وتزيد في شحم الكليتين وبعد وسمن البدن، يعني حتى هذا اللي هزيل وضعيفون يريد يسمن يقول كيف أسمن؟ أقول استخدم النورة لإزالة الشعر الزائد في البدن. نعم. استخدمها. فإذا هذه الرواية وردت في الوسائل المجلد الثاني.
الآن نحن عندما نأتي إلى استخدام النورة، كم مرة نستخدم النورة؟ بالشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة؟ شلون يعني؟ عندما نأتي إلى رواية الإمام الصادق وردت في الكافي المجلد السادس، قال: السنة في النورة. السنة التي وردت عن رسول الله في النورة في 15، يعني كل 15 يوم الإنسان يجي يستخدم النورة، كل 15 يوم. فإن أتت عليك 20 يوما، نعم، إذا مر عليك 20 يوم وإنت ما مستخدم النورة فماذا تصنع؟ يقول: استقرض، ما عندي أموال. وإن كان هسه الزمان هذا بعد بالوفور، هذه الأمور يعني من الأمور البديهيات، يعني ذاك الزمان اللي الناس ما كانت تحمل أموال وصعبة شراء النورة، كان صعب. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول: وليس عندك فاستقرض على الله. روح داين إلى هالحد، الداين لأجل لأن النورة تقوي بدنك، تبعد الأمراض، لأن إذا أنت تمرضت المصاريف يكلفنك أكثر من شرائك للنورة، ولهذا أهل البيت يأكدون. فإذا الآن سواء نبت الشعر في 15 يوم نبت الشعر أو لم ينبت، حتى لو ما نابت الشعر يقول اجعل النورة في ذلك، أطلي ذاك النورة في ذلك المكان. فإذا الأكثر أفضل، الأفضل إكثاره في الصيف. ليش تقول لي في الصيف؟ لأن تعريق الإنسان زائد، وبذاك المكان يلتم الجراثيم والميكروبات أكثر، وهذا ضد الجراثيم وضد الميكروبات. ولهذا أهل البيت يوصون يقول بالصيف أكثر استخدم النورة أكثر. ولهذا عن أبي عبد الله قال: طليه في الصيف خير من 10 في الشتاء. حتى لو 10 مرات خلي بالشتاء، نوبة بالصيف أحسن، من لأن في الصيف كثرة التعريق الإنسان وكثرة الجراثيم يصير عند الإنسان. هسه بعض التحذيرات، يعني الإنسان إذا يستخدم النورة حتى يزداد شحم الكليتين، أكو بعض التحذير. أولا اجتناب الجماع قبل طلي النورة، نعم، يعني قبل لا الإنسان يريد يطلي النورة، إذا كان عنده العملية المقاربة الجنسية يحاول 12 ساعة يكون مار على هذه المقاربة ثم يستخدم النورة، لأن كما ورد في أهل البيت ممكن يسبب بعض الأمراض. ثانيا عدم طلي النورة يوم الأربعاء. يوم نعم. الأربعاء لا يخلي، ليش؟ لأنه يورث، روي أنه يورث البرص. صحيح. كذلك يوم الجمعة يورث البرص. وبعد لا يجلس المتنور، يعني إذا الإنسان قاعد يطلي النورة كون هو واقف، لأن إذا جلس، روي من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق. أحد عوامل مرض الفتق الذي يقع فيه الإنسان سببه أن يتنور وهو جالس. فإذا إذا طلى النورة فعليه أن يقف وهو متنور وهو واقف، يعني حتى ولو جاء له من البول يريد يتبول الرجل يقول أنت واقف. هنا من الجملة الأمور اللي أنت واقف بهاي الحالة، نعم، يعني ممكن الإنسان يبتلي بماذا؟ يبتلي بمرض الفتق، نستجير بالله. فإذا نحن نؤكد على هذا المعنى. فإذا من الأمور التي تزيد شحم الكليتين شنو هو؟ طلي النورة. والثاني ألبان البقر، يستخدم ألبان البقر. ولذا ورد في المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام أنها تدبغ المعدة، الألبان، ألبان البقر، البقر، وتكسو الكليتين شحم، وتشهي الطعام. يعني حتى هذول عندك الطفل مثلا ما ياكل طعام، شو يسوي له؟ انطيه من ألبان البقر. بس أأكد أن لبن البقر يكون يصير طبيعي، مو أن هذا اللبن اللي موجود في الأسواق يوجد عليه بعض المكونات الكيميائية حتى يطول به الزمن ولا يصيب نوع من مواد حافظة، أي مواد حافظة موجودة فيه. فإذا هذا المواد الحافظة بالأطعمة تضعف مناعة البدن، المواد الحافظة في البدن في الأطعمة تضعف مناعة البدن، يعني شقد ما تقدرون. إذا الناس طلباتهم صار للأمور الطبيعية بدون المواد الحافظة، الشركات، التجار يجون يمشون على هذه الطلبة. وأيضا شيخنا هي عامل رئيسي لمرض السرطان، يعني تسبب مرض السرطان. نعم. لأن إذا مناعة البدن ضعفت عند الإنسان بل كثير من الأمراض تتراكم، نعم، على الإنسان. فإذا نحن نؤكد على أن اللبن البقر لابد أن يكون طبيعيا بدون مواد حافظة، يعني هذا التأكيد بالأخص للأطفال، لأن الأطفال أبدانهم أضعف من الكبار. أكيد. ولذا يكون الإنسان يدير بالهم
على الأطفال، ما أدري من هالحلويات المصنوعية هذا السبب أمراض للأطفال، ما أدري الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، كثير من هذه الأمور تضعف المناعة عند الطفل. عند الطفل نعم. هذا الطفل كل شيء يريد، يريد مثلا هذه الحلويات، هذا الطعام، هذه الوجبة السريعة، يمرض نفسه. ولكن الأبو أو الأم كون يرتبون فرد نوع برامج خاصة للطفل حتى الطفل لا يصاب بهكذا أمراض. أحسنتم سماع الشيخ، بارك الله بكم. ذكرتم أيضا سماع الشيخ الشيء اللي يضعف الكلية إذا صحت العبارة، أيضا البرودة. نعم. شنو العامل الأساسي لتسخين الكلية سماع الشيخ بثلاث دقائق بإيجاز؟ بارك الله بكم. أولا الجوز، استخدام الجوز ورد في المحاسن عن أبي عبد الله عن آبائي قال قال أمير المؤمنين أكل الجوز في شدة الحر يهيج الحر في الجوف. نعم. يعني بالصيف إذا إنسان يأكل جوز هذا الحر يهيج عنده، فإذا لابد من تقليله في الصيف. ويهيج القروح في الجسد، في الصيف دير بالك أن تأكل كثير من الجوز. وبعد وأكله في الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرد، فإذا عليك بالجوز. وبعد الجزر، ولذا ورد في الكافي فقد ورد عن داود بن فرقد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول أكل الجزر يسخن الكليتين. وبعد ويقيم الذكر، يعني هذا اللي عنده مشكلة في قضايا الجنسية يستطيع أن يستخدم الجزر، حتى اللي ما عنده أسنان يحاول أن يستخدم الجزر بصورة مسلوق يطبخونه إلى وينطونه. وبعد النانخوة والجوز، أنا وعدت المشاهد الكريم قلت إذا الكلية تتعطل ما هو دواؤها وعلاجها؟ يعني جربوا القضية، هذا اللي يروح إلى غسيل الكلية أقول أن يستخدم النانخة والجوز، حب النانخة والجوز. هذا العطار يعرف إذا ترجع جيب الجوز، الجوز يكون مو خارج من القشرة، نعم. أنت بيدك تكسر وتطلع، لأن هذا البسوق اللي بخارج بعد خارج من القشر هذا ما يفيد، الفائدة رايحة، رايحة الفائدة. نعم. إنما تكسر بصورة متساوية، بالليل ملعقتين يأكل، هذا اللي متعطلة عنده الكلية متعطلة، هذا ترجع. ويحتجم وراء الساقين، هم يحتجم وراء الساقين وهم يستخدم هذا، الكلية تقوم تعمل عنده. وبالتجربة ثابتة القضية، يعني حتى عند أستاذنا آية الله تبريزيان الذي أنا درست عنده أنه قد جرب القضية كثير، أنه رأى الفائدة في هذا المعنى. ولهذا هذا النانخة قال النانخة النانخوة، هذا بالرواية هكذا، نانخوة والجوز إذا اجتمعتا يحرقان البواسير ويطردان الريح، يحسنان اللون حتى شان اللون الوجه حلو، ويخشنان المعدة ويسخنان الكلى. فإذا عليكم بهذا. ومن جملة الأمور الغبيرة، أكو أمور هناك نافعة مثل التدهين، مثل العسل والحبة السوداء، مثل اجتناب المشروبات الغازية بأنواعها، اجتناب الماء البارد، اجتناب من الاستلقاء والنوم تحت المكيفات، هذا كلها تمنع من أن الإنسان يبتلي، والمبتلي يحاول أن يطبق هذه الأمور حتى يكون في صحة وعافية في كليته. أحسنتم، بارك الله بكم. نسأل الله بحق الحسين الشفاء لجميع المرضى إن شاء الله، وأن تكون هذه الحلقة نافعة إن شاء الله. سماع الشيخ الله يبارك بكم، سماع الشيخ العزيز أحمد دريس الإحسائي، شكرا جزيلا لكم. الله يحفظك ويدف إن شاء الله بخدمتكم. هذا الحسين شيخنا العزيز، الله يبارك بكم إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. لأي أسئلة واستفسارات يمكنكم زيارة الصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم الرادود والإعلامي حسين الأمير، تقبل تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم شيخ. أحسنتم.